يهربون من الموت إلى الموت، لكن الموت الأخير هذا يدفع السوريون مقابله المال. زوارق التهريب أو مراكب الموت التي تنقل مهاجرين لاجئين في مصر ودول شمال إفريقيا يملكها تجار البشر كما سمتهم السلطات الأوروبية، وتوعدت بمعاقبتهم مرارا وتكرارا، لكن هجرة البحر ما زالت مستمرة. بتذكر أخوي، بتذكر اللحظة اللي بفكر، واللحظة اللي مات فيها كيف مات، عم حاول فكر كيف مات. إلى إيطاليا أو اليونان أو حتى مالطا لا يهم، المهم لدى هؤلاء اللاجئين هو البحث عن حياة كريمة ربما لم يجدوها في دول اللجوء المحيطة بوطنهم الأم. يقومون بالمستحيل رغم خطورة الرحلة، لكنها رحلة من الجحيم إلى الجنة كما قال أحد السوريين الواصلين إلى السويد بعد رحلة شهر بدأها من مصر مرورا بالبحر المتوسط ودول أوروبية مختلفة. منظمات عديدة أطلقت ناقوس الخطر بعد تزايد أعداد ضحايا غرق سفن الموت في المتوسط، حيث ذكر الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 500 مهاجر سوري بينهم أطفال ونساء غرقوا في البحر منذ بداية العام الجاري، بينما أكدت ذات المصادر أن 6000 مهاجر وصلوا إلى دول الاتحاد. 1500 دولار أمريكي قيمة ركوب القارب المهترئ من سواحل ليبيا، بينما ترتفع القيمة إلى 2000 دولار من السواحل المصرية التي قتل خفر السواحل فيها لاجئين سوريين نهاية العام الفائت بعد أن أطلق النار على زورق يقلهم في عرض البحر، ليموتوا 3 مرات، مرة في وطنهم ومرة في وطن قريب، والثالثة بين الوطنين في رحلة البحث عن النعيم.